بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وبعد. في القراءة الدرس الثامن، قال: جاهلية اليوم وجاهلية الأمس. جاهلية الأمس معروف ما قبل الإسلام، جاهلية اليوم إن كان على سبيل الإطلاق والعموم فهذا باطل، وهو كلام التكفيريين كما سنذكره إن شاء الله. الكلمات الجديدة: محو بمعنى إزالة، محا يمحو محوا، أزال يعني أذهب، أبعد إبعاد. إذا كتبت شيئا بالقلم وهو خطأ أنت تقوم بماذا؟ بالمحو، يعني بالإزالة والإبعاد، تبعد هذا الكلام تمحوه. فالمحو بمعنى الإبعاد والإزالة والإذهاب. الشيخ لقب، الشيخ لقب يطلق على من هو كبير في السن، ويطلق أيضا على من هو كبير في القدر في العلم أو الفضل. إزالة بمعنى محو، إزالة إبعاد. فهم مصدر فهم يفهم فهما. ألان جعله لينا، ألان الله الحديد لداود عليه السلام يعني جعله لينا. يلين المضارع، وفي الأسلوب يقال ألان الرجل خلقه يعني خلقه لين ليس بشديد، عكس شديد. حدة في الطبع، الطبع بمعنى الخلق والحدة بمعنى الشدة، عكس اللين. فلان فيه حدة أي فيه شدة في الطبع أي في الخلق والأسلوب. أبصر بمعنى رأى، يبصر يرى. عناد، عناد يعني عدم قبول النصيحة، عدم قبول الحق. أنكر ينكر طائفة، أنكر لم يعني لم يعترف ولم يقر، عكس أقر وعكس اعترف. ينكر طائفة قلة يعني قليل. ضعف عكس قوة، ضعف يضعف ضعفا. الشعور، الشعور بمعنى الإحساس. فلان شعوره يعني إحساسه الذي يحس به ويشعر به. جذب يجذب، جذب بمعنى أخذ، أخذ الشيء بقوة، جذبه أخذه بقوة يجذب. فصاحة يعني، فصاحة يعني بيان، حسن بيان في الكلام والخطاب. تعلم اللغة العربية حتى تكون فيك فصاحة أي في الكلام. أثر يؤثر، أثر صار له أثر. تقول سمعت نصيحة المدرس فأثرت علي، أو أثر علي نصح المدرس يعني كان له تأثير، حيث إني تركت الخطأ الذي كنت فيه، حيث إني كنت في غفلة فانتبهت. أثر يؤثر. بلاغة، بلاغة وفصاحة متقاربان في المعنى. كسر يكسر. قال: كتب الشيخ محمد عبده رحمه الله في إحدى رسائله، قال في التعليق: الشيخ محمد عبده من كبار رجال الإصلاح الإسلامي، أثر كثيرا في معاصريه، وتأثر بالشيخ جمال الدين الأفغاني رحمه الله. هذا كلام عجيب. محمد عبده هذا رجل عقلاني منحرف، رجل عقلاني منحرف، وشيخه جمال الدين الأفغاني هذا ماسوني، ماسوني خبيث عقلاني. عجيب كيف نقلوا كلام محمد عبده عن جمال الدين الأفغاني. قال في إحدى رسائله يقول: ليت جاهلية الناس الآن تكون كالجاهلية التي بعث النبي صلى الله عليه وسلم لمحو أحكامها. هذا كلام باطل،
وتعبير ليس بتعبير شرعي أو سلفي، بل هو تعبير رجل خلفي منحرف في عقله وفي فكره. فلا يجوز أن يقال نحن الآن نعيش في جاهلية. يوجد في الناس الخير، يوجد في الناس توحيد، من الناس من عنده توحيد وسنة وعلم واستقامة وإيمان، فكيف يقال نحن في جاهلية؟ لأن لفظ جاهلية الناس أو جاهلية العصر أو جاهلية اليوم هذا عموم، فالكلام لا يصح، تعبير خطأ. لكن لو قال فلان فيه جاهلية أو هذا رجل كافر فهو جاهلي، يجوز أن تقول الكافر جاهلي، أما العموم لجميع الناس فهذا لا يجوز. ثم هو يتكلم بهذا يخاطب أهل بلده، أهل مصر وهي بلد مسلم، كيف يقال فيها جاهلية أو إنها بلاد جاهلية أو الناس جاهلية؟ قال: ليت جاهلية الناس الآن تكون كالجاهلية التي بعث النبي صلى الله عليه وسلم لمحو أحكامها وإزالة أيامها، تلك أيام كان الضلال فيها بعيدا ولكن كان فهم القوم جديدا، لذلك عندما ظهر لهم ضوء الحق أبصروه، وعندما سمعوا صوت الداعي أجابوه، كان القرآن يدخل في قلوبهم فيلين من شدتهم، أي يجعل شدتهم لينة ويكسر من حدتهم، وما كان أهل العناد فيهم إلا قليلا، عرفوا الحق فأنكروه. وطائفة كانوا يفرون منه خوف أن يعرفوه، ولو سمعوا لفهموه، ثم لم يجدوا بدا من أن ينصروه. أما ناس اليوم، يعني في هذا العصر، فإنني أشكو منهم قلة الفهم وضعف العقل وفساد الشعور، يعني فهمهم قليل وعقولهم ضعيفة وشعورهم فاسد، فلا تجذبهم فصاحة، أي لا تأخذهم وتكتسبهم ولا تؤثر فيهم بلاغة، ويطلبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا، وأن تقضى حاجاتهم إذا سألوا، وأن ترفع مكانتهم وإن نزلوا، فالأمر لله من قبل ومن بعد. إذا كان يوجد في الناس شيء من هذه الأخطاء، إذا كان بعض الناس أو كثير من الناس عنده قلة فهم وضعف عقل وفساد شعور لكنهم مسلمون، لا يجوز أن يقال إننا نحن الآن في جاهلية أو هؤلاء أصحاب جاهلية، هذا كلام باطل. يقال فيهم غفلة، فيهم عندهم مخالفات، عندهم انحراف، يعني عند بعض الناس، فهذا التعبير. فلما كان الرجل منحرفا ليس بغريب أن يقع في هذه الأخطاء، ولكن الغريب أن ينقل عنه صاحب هذا الكتاب، والكتاب باسم جامعة محمد بن سعود، هذا من لعل الرجل هذا ما يعرف حقيقة محمد عبده، أو أنه متأثر بالإخوان الذين يكتبون ما هب ودب ويعظمون هذه الشخصيات. لهذا الدرس هذا نجعله كأن لا شيء، نأخذ الدرس الذي بعده. المسلمة والجهاد، الكلمات الجديدة، الفارس الملثم، الفارس الشجاع المقاتل بقوة، الملثم الشخص إذا غطى فمه وأنفه بالعمامة يقال تلثم ويقال ملثم. مرض قام بخدمة المريض، مرض قام بخدمة المريض، يمرض إمداد بمعنى مساعدة، إمداد بمعنى مساعدة. أظهر يظهر، أظهر عكس أخفى. الذود بمعنى الدفاع، الذود عن الإسلام، الذود عن السنة، يعني الدفاع عن الإسلام والسنة. عرض
عرض الشخص يعني نفسه وذاته، ويطلق أيضا على أهله. نادر بمعنى يعني قليل أو أقل من القليل، قليل جدا نادرة. ويطلق نادر على ماذا؟ يأتي في النص. تسلل، تسلل يعني جاء بخفية. تسلل الفارس على الأعداء يعني دخل عليهم بخفية وهم غير منتبهين. نعم، هذا معنى تسلل، دخل عليهم بخفية وبطريق حيلة لم ينتبهوا له. فرقة يعني جماعة. أشرف يشرف، أشرف يعني صار مشرفا مسؤولا عليهم. ويأتي أشرف بمعنى يعني ظهر من مكان مرتفع، وبمعنى أشرف صار مشرفا أي مسؤولا عليهم. أسير، أسير إذا أخذه الأعداء أو الكافر الذي يأخذه المسلمون في القتال ولا يقتلوه، يحبسوه معهم في السجن يسمى أسير. نهض، قام بسرعة، ينهض. أعمدة جمع عمود، العمود الذي يبنى عليه سقف البيت، الجمع أعمدة. في الخيمة، الخيمة تجد في وسطها عمود يمسكها حتى لا تسقط. خيام جمع خيمة، الأعداء خائف، معرة، فتصيبكم معرة بغير علم بمعنى ضرر أو عداوة. أسر، أخذ أسر يأسر أسرا، أخذوه سجنوه. قال قامت المرأة المسلمة في الحروب بعمل عظيم، فكانت تحرس المعسكرات وتمرض الجرحى وتشرف أي تكون مسؤولة مشرفة، وتشرف على إمداد الجيش بالطعام والشراب. وهذا الكلام أيضا ليس بصحيح، القول بأن المرأة تشارك في الحروب مشاركة مطلقة بأن يكون لها عمل رسمي في الحراسة في المعسكرات، هذا غير صحيح. ليس على النساء، على النساء جهاد. قد قال النبي عليه الصلاة والسلام ليس على النساء جهاد، عليهن جهاد لا قتال فيه، الحج والعمرة. وهذا الكلام مأخوذ من رجل ليس بمعروف بالسنة، وهو رضا كحالة. نعم، المرأة قد يحتاج إليها في القتال، تطبخ الطعام، وأحيانا تقوم بعلاج الجرحى إذا كان الرجال قليل، فقد تشارك بالأشياء التي تستطيعها. أما أن يكون لها عمل رسمي دائما معروف بها فهذا لا يصلح. قال وتشرف على إمداد الجيش بالطعام والشراب، وكانت تدافع عن نفسها إذا هجم عليها الأعداء، هذا معلوم، حتى ولو كانت في بيتها، إذا هجم عليها عدو في بيتها تدافع عن نفسها، حتى لو هجم عليها مسلم، اعتدى عليها مسلم تدافع عن نفسها. وتظهر شجاعة وبطولة في الدفاع عن دينها والذود عن عرضها أي الدفاع عن عرضها. ومن النساء المسلمات اللواتي عرفن بالشجاعة النادرة والبطولة العظيمة خولة بنت الأزور رحمها الله، كانت تحرس معسكر المسلمين في حروبهم مع الروم. عندما تسللت فرقة من جيش الأعداء، تسللت أي دخلت بخفية وأحاطت بالمعسكر من جميع جهاته وليس فيه إلا عدد من النساء، فوقعن أسيرات في موقعة صحورا، فأسرعت إليهن خولة قائلة يا نساء الإسلام انهضن، انهضن أي قمن بسرعة، لقد أحاط الروم بالمعسكر، أسرعنا إلى أعمدة، إلى أعمدة الخيام، وهجمنا بها على الأعداء يعني العمود من الحديد، يعني قاتلنا الأعداء بالعمود،
فلعل الله ينصرنا عليهم فنستريح من معرة العرب. وهجمت خولة والنساء، معرة بمعنى عيب، بمعنى أنهم يعيبون أن الأعداء هجموا علينا وفعلوا بنا كذا وكذا. وهجمت خولة والنساء وراءها فقاتلنا قتالا شديدا حتى فر الجنود خائفين، ونجت من الأسر نساء المسلمين. في هذه الحالة، نعم إذا صح هذا، لكن قصة خولة بنت الأزور كثير من المشايخ ينكرونها ويقولون ليس لها أصل صحيح، لا تصح، والله أعلم.